مرة تانية هنروح لجمانة ماهر ونتابع بقى معاها لقائها مع الأستاذ هشام إدريس عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة. بنرحب بيكي مرة تانية يا جمانة. شكرا ليكي بسنت، وبرحب بالساده المشاهدين مره تانية. دلوقتي فعلا انا معايا الاستاذ هشام ادريس عضو الجمعيه العموميه لغرفه شركات السياحه عشان نتكلم اكتر عن دور الجمعيه العموميه ونعرف اكتر عن رؤيه الجمعيه العموميه لدور مهرجان العالمين في تنشيط السياحه. استاذ هشام برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. في البدايه لو نعرف دور الجمعيه العموميه في دعم السياحه واحنا بنتكلم على مهرجان العالمين تحديدا. طبعا هو دور الجمعيه العموميه لغرفه شركات سياحه هي التسويق او الترويج لاي منتج سياحي، وطبعا مهرجان العالم عالمين لو اتكلمنا على السياحه الترفيهيه او سياحه الشواطئ او سياحه الحفلات او سياحه الايفنتات، يبقى دورنا احنا ان احنا بنسوق، والحمد لله احنا ابتدينا نسوق للمهرجان من السنه اللي فاتت، يعني كان الحمد لله كان اول نسخه ليه. ازاي يا فندم طريقه او اليه التسويق نفسها ازاي؟ اليه التسويق احنا عندنا مجموعه معارض دوليه زي معرض دبي، معرض لندن، معرض برلين، معرض الفتور في اسبانيا، فالمعرض ده احنا بنقابل الشركات السياحيه اللي موجوده في الخارج وبنقابل هيئات التنشيط، وده اللي بنقوم من خلاله ان احنا بنبتدي نعرض المنتجات اللي عندنا، فبنبتدي نتكلم ان منطقه الساحل الشمالي ابتدت المنطقه تدخل في تبقى ديستنيشن منافسه لمناطق كثيره في العالم ومتميزه في من حيث الجو في الوقت دوت بالنسبه للخليج، من حيث الشواطئ، من حيث جمال الطبيعه اللي موجوده فيها، من حيث البنيه التحتيه اللي الدوله نجحت ان هي تطورها بشكل كبير. نبتدي احنا نعرض دوت، نبتدي نقول ان احنا في عندنا لمده 45 يوم حفلات، وفي عندنا مهرجان رياضي ثقافي فني على مدار 45 يوم، ودول كتيره جدا في العالم ما قدرتش تعمل ده. يعني مصر تقدر تعتبر من الدول الاولى في العالم اللي تقدر تنظم مهرجان لمده 45 يوم متواصل. طب يا فندم، بما ان حضراتكم كمان كنتوا طبعا موجودين خلال الدوره الاولى والنسخه الاولى من مهرجان العالمين، عايز اعرف من حضرتك ردود الافعال او كان اصداء حتى النسخه الاولى عالميا كانت ايه؟ لو اتكلمنا عن الساحل الشمالي، ان السنه اللي فاتت مثلا هنقول ان احنا طبعا احنا المتوقع ان احنا حسب سياسه الدوله ان احنا نوصل ل 30 مليون سايح. السنه اللي فاتت يمكن وصلنا لحوالي 15.9، وده يعتبر كان اكتر من 2010. كنا 15 كنا 14.7، السنه اللي فاتت وصلنا لحوالي 14.9، وده يعتبر انجاز. والسنه دي الحمد لله متوقع ان هنوصل ل 16 مليون سايح. نقدر نقول ان الساحل الشمالي لوحده قدر يجذب من ذوي الانفاق الاعلى بالنسبه لدول الخليج ودول طبعا دول العربيه ودول خارج مصر، قدر يزيد بحوالي يمكن 20% من حجم السياحه اللي موجوده في الساحل الشمالي هي بسبب مهرجان العالم عالمين. والسنه دي المتوقع ان هو يزيد بصوره اكبر، يعني انا متوقع ان يزيد بحوالي يمكن 10% زياده عن السنه اللي فاتت. يعني نقدر نقول نجحت المهرجانات انها تزود السياحه بنسبه 30% عن ما قبل السنه اللي قبلها واللي قبلها. يعني ايه اللي بيبقى مختلف في سياحه المهرجانات؟ يعني حضرتك بتقول احنا متوقعين 10% كمان نسبه زياده عن السنه اللي فاتت، فده اكيد يعني بيكون ليه عوامل. فكره سياحه المهرجانات بتبقى متعلقه بالديستنيشن، بمكان المهرجان، ولا بتكون متعلقه اكتر بفعاليات المهرجان؟ مصر كانت زمان يعني كانت مميزه ان مصر وباريس او القاهره وباريس هي اكبر ديستنيشن، بيكونوا يسموهم المدينه التي لا تنام، لان فيها نايت لايف وفيها حياه وفيها حفلات وفيها مهرجانات يعني لمده 24 ساعه السائح بيستمتع ان هو بيقدر يلاقي حاجات يعملها. الساحل الشمالي يمكن السنه اللي فاتت برضو عدد الفنادق اللي زاد فيها يمكن حوالي 5 فنادق كبار، والسنه دي حوالي 5 فنادق كبار برضو، ده يعتبر ادى الى ان عدد الناس اللي بتيجي بتلاقي مكان للاقامه، لان احنا برضو محتاجين نزيد الطاقه الفندقيه في مصر. مثلا المفروض نوصل لحوالي 400,000 غرفه فندقيه، احنا دلوقتي يمكن حوالي 220، وانا متوقع السنه دي نوصل ل 235. فانا شايف ان كل ده مهم جدا. السائح مش هيجي يقعد في فندق بس، السائح عايز يجي يطلع يقعد في مطعم، بعد كده يشوف يطلع مثلا مسرحيه، يطلع حفله، يطلع، فده مهم جدا. والميزه ان الفنانين اللي موجودين في مهرجان العالم عالمين، احنا كان عندنا طبعا الكينج محمد منير،
اول حفله، وعندنا ان شاء الله ماجده الرومي، وعندنا ان شاء الله كاظم الساهر، وبعدها عندنا تامر حسني، وبعد كده عمرو دياب، وعندنا ويجز، وعندنا كايروكي. كل كل دول فنانين ليهم معجبين بيهم او ليهم الفانز بتاعهم او اللي بيتابعوهم، فطبعا وجودهم بيؤدي الى ان الاقبال بيزيد، وده مهم جدا. السنه اللي فاتت كان عندنا برضو مغنيين عالميين زي راس، وكان في راغب علامه ونانسي بالظبط، فده مهم جدا لان دول نفسهم في متابعين بيجوا وراهم، وده مهم. والحمد لله ان الساحل الشمالي يعني يعتبر، انا شايف ان الساحل الشمالي يعتبر من افضل 4 ديستنيشن في العالم، يعني ابتدى ينافس ايبيزا، ابتدى ينافس سانتوريني، ميكانوس، ابتدى ينافس مثلا ماربيا، بورتو بانوس. لو قلنا الديستنيشن دي في العالم او كانكون او يعني فعلا الساحل الشمالي ابتدى يبقى اقوى من الاماكن دي كلها او قوي في زيهم بالظبط. ليه؟ موجود فيه ذوي الانفاق الاعلى، موجود فيه نفس الخدمات، موجود مستوى مطاعم، موجود فيه براندات عالميه، وده كله انا شايف ان ده مهم جدا، ان كل ده بيساعد في الاقتصاد القومي المصري. ولو قدرنا ان احنا ان شاء الله نستمر ونكمل فيه ونبتدي نشغل الساحل الشمالي طول السنه، ده المطلوب بقى الفتره اللي جايه دي، ان احنا شركات سياحه نبتدي نجذب عن طريق حاجات كتيره نقدر نعملها، نبتدي نشتغل على السياحه. يعني احنا دلوقتي شغالين على السياحه الشاطئيه او الحفلات، نبتدي نشتغل على السياحه الصحيه او الاستشفائيه بجانب ده، نبتدي نجذب نشتغل عليها صيف وشتاء، نشوف الدول الاوروبيه، وده اللي احنا بنعمله، ان ابتدى ينزل لك طيارات من كازاخستان، من بودابست، المطار العالمين طبعا مطار جديد، ويعتبر احنا عندنا حوالي 27 مطار. لما مطار العالمين يشتغل ويجيب رحلتين من السعوديه ومن الرياض بيشتغلوا اسبوعيا، وابتدى يشتغل برده من الاسبوع اللي فات ابتدى يشتغل من القاهره رحلتين في الاسبوع، انا شايف ان دي خطوات مهمه جدا، وخاصه ان مطار العالمين قريب جدا من منطقه العالمين، يعني قريب من المنطقه، عارف فاليو اكتر للمكان. اخيرا يا فندم، دور شركات السياحه في دعم السياحه، خاصه نروح نتكلم على مدينه العالمين تحديدا. شركه سياحه دورها حاجتين، اولا هي بتعمل ماركتنج للمنتج نفسه، لان المنتج لو معمول واحنا ما بنبلغش الشركات السياحه بره يبقى ده كده هيعرف منين، دي نقطه اولى. النقطه الثانيه ان الشركات السياحه بتشتغل على اللوجيستيك، يعني دور شركه سياحه هي اللي بتقابل العميل في المطار، هي اللي بتحجز له الطيران، هي اللي بتبتدي توصله بالاماكن، هي اللي بتوريه ايه الاماكن اللي يروحها، بتحجز له المطاعم نفسها، وبتحجز له الحفلات، بتبتدي تعمل لحد من المطار للمطار. يعني احنا دورنا كشركات سياحه ازاي ان العميل ما يقابلش اي سلبيه، ازاي ان التجربه السياحيه للسائح تكون جايه ناجحه من اول ما يسافر، او ما يقرر انه يسافر لحد ما يرجع، وبرده نشوف الفيدباك بتاعه ايه، لان انا اللي يهمني مش عدد الناس اللي بتيجي، هو عدد الناس اللي هتيجي تاني، يعني الريبيتد جيست، يعني اهم حاجه عندنا الامبريشن، الانطباع اللي بنسيبه اكيد بالظبط. يعني يهمنا جدا كام واحد جه وكام واحد هيرجع تاني، والحمد لله انا بشوف ان كل اللي جه الساحل الشمالي جه وجاب ناس معاه، لان واحد بيجيب 10، بيجيب 100، بيجيب 1000، وده اللي احنا يعني ان شاء الله بنشتغل عليه. والدوله يعني بتساعدنا الحمد لله ان مفيش اي مشاكل بتقابل السائح، تامين مهم جدا لان الامان عامل مهم جدا، المرور بيقوم بدور مهم جدا، شرطه السياحه، وزاره السياحه، ان يعني الحمد لله ما عندناش في الساحل الشمالي اي مشاكل بتقابل اي سائح من حيث الاماكن. عندنا حفلات شاطئيه الصبحيه كتيره جدا، عندنا حفلات بالليل، في حفلات بتقعد لحد الصبح، فده انا شايف ان ده ابتدى يجذب عدد كبير جدا. والسياحه العائليه ابتدى يبقى في اماكن للاطفال، ابتدى يبقى في اكوا، ابتدى يبقى في ملاعب، وزي ما حضرتك شايفه ورانا في احتفالات بالنسبه للاطفال، وده مهم جدا ان انت تشتغلي على السياحه العمريه، ان احنا بنخاطب يعني اللي سنهم كبير، بنخاطب الشباب، بنخاطب العائلات، وكل واحد لازم يلاقي اللي بيناسبه، لان هو ده الفئات العمريه والاهتمامات وكل حتى فئات المجتمع، دي حاجه مهمه طبعا بالظبط. وعندنا برضو سباق العربيات اللي هيتم، وان بيترتب له ان شاء الله هيكون في هيدخل جينيس ريكورد، هيبقى اطول واكبر عدد متسابقين للسيارات، هيبقى خلال مهرجان عالمين، خلال مهرجان العالم العالمين في جزء رياضي اللي هو الخاص بالسياحه الشاطئيه واللي هي الالعاب الشاطئيه، وفي حاجات خاصه هيتعمل زي ترايسلون، وفي طبعا الجامب اللي هو بالنسبه خاص بالسكاي دايف اللي هو بيطيروا من الطيارات، طبعا ده مهم جدا. وابتدت سياحه المغامرات ده كان مهم قوي. عندنا سباق عربيات هيدخل جينيس ريكورد،
وده مهم جدا. عندنا الجتات هيبقى فيه فندم، ده محدث كبير قوي. ده امتى المفروض؟ المفروض دوت بالنسبه للسيارات هيبتدي من 15/8، هيكون لمده 15 يوم. وعندنا النهارده كان في حاجه خاصه بالسيارات برضو كان قويه، كان عندنا حاجه خاصه باليخوت من 4 ايام، وكان في يعني ايفنت كبير خاص باليخوت. والحمد لله ان احنا تم افتتاح اول فندق في يعتبر في الشرق الاوسط خاص بسياحه اليخوت. وسياحه اليخوت من السياحه اللي بتجذب السائح ذوي الانفاق الاعلى، زي سياحه الجولف. احنا عندنا هنا ملاعب جولف فيها يعني برضو مهمه قوي. يبقى العمل على السياحه الشاطئيه والرياضيه والصحيه والاهتمام الدوله بالسائح والكواليتي ورفع كفاءه الاماكن والبنيه التحتيه اللي تمت من طرق، شبكة الطرق اللي موجودة في مصر دلوقتي وموجودة في منطقة الساحل الشمالي يعني يعتبر عملت ريكورد عالمي في الفترة اللي فاتت دي، وكان تم اختيار مصر من أفضل مدن العالم في الطرق. يعني أنا شايف إن ده كان برضو مهم جدا، إن أنت بتربطي الديستنيشن ببعضها. مصر تقدمت بشكل كبير جدا في مراكز الدول الآمنة حتى من حيث الطرق. بالظبط، وخاصة احنا حتى في فترة كورونا يمكن كانت مصر من الدول الوحيدة في العالم اللي جذبت عدد كبير جدا من السياحة. اشتغلنا على سياحة السلامة، سواء السلامة الصحية او سلامة الطرق، بقت الطرق فيها سيفتي بصورة عالية جدا. انا شايف ان ده مهم جدا وده ساعدنا بصورة كبيرة. ازاي السائح يتنقل بين ديستنيشن وديستنيشن؟ ازاي السائح يتحرك بين نربط السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية؟ عارف ان حضرتك برضو عندنا هنا منطقة العالمين فيها حاجات خاصة بالالمان وفي حاجات خاصة بالايطاليين، فدي مهم جدا. السعودية هتعمل اليوم الوطني ان شاء الله هنا هيتم في منطقة العالمين، وده برضو نقطة مهمة جدا ان كل دول العالم ابتدت تجذب نفسها لمنطقة الساحل الشمالي. هي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل يعني هذه الايضاحات والاستفاضه اللي حضرتك افدتنا بيها. بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا الاستاذ هشام ادريس عضو الجمعيه العموميه لغرفه شركات السياحه، بشكرك يا فندم وكل سنه وحضرتك طيب، واتمنى كمان ان حضرتك يعني تستمتع بالمهرجان. الله يخليك، كل سنه طيبين وكل سنه ومصر كلها طيبه، وان شاء الله السياحه افضل وافضل وهتكون من افضل طرق الدعم للدخل القومي المصري ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لحضرتك يا فندم. بس أنت ترجع لك مرة تانية. مشكورك يا جمانة، شكرا ليكي، وشكرا أكيد للشكر موصول لضيفك الكريم، بنشكرك.